وللمزيد من النقاش والتفاصيل ينضم إلينا هاتفيا أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أحمد برحب بك بعد التحية. يعني اليوم كانت تصريحات رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أثناء جولته التفقدية بعدد من المشروعات الصناعية بالعاشر من رمضان، تناول فيها عدة موضوعات مهمة، تحدث عن القطاعات الإنتاجية وبما يتضمنها من القطاع الزراعي والقطاع الخاص بالسياحة، وأيضا تحدث عن كل ما يشغل المواطن المصري من تساؤلات عن القطاع المتعلق بالاقتصاد. كيف قرأت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟ اهلا بك استاذه حور واهلا بالساده المشاهدين. والحقيقه طبعا تصريحات رئيس الوزراء النهارده مهمه للغايه لانها بتتناول كذا سياق اقتصادي مهم. اول سياق هو تمكين القطاع الخاص وزياده دوره في الاقتصاد المصري. والحقيقه طبعا رؤيه الحكومه المصريه خلال السنوات المقبله هي زيادة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص ليكون مزيد من التوظيف والعمالة في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات اللي بيتاحها الاقتصاد المصري من زراعة وصناعة وتكنولوجيا معلومات واتصالات وبنية أساسية وغيرها، أن يكون نسبة زيادة الاستثمارات بالنسبة لإجمالي الاستثمارات الحكومية 65% يكون عنها مسؤول عنها القطاع الخاص. وبالتالي هو القطاع الخاص هو مزيد من الدور خلال المرحلة المقبلة عن طريق سواء الشراكات مع الحكومة في مشروعات القطاع العام والقطاع الخاص، أو مزيد من المشروعات الصناعية والزراعية. والحقيقة طبعا احنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الثانية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بيركز على ثلاث قطاعات استثمارية مهمة، وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في برنامج مهم وهو برنامج الطروحات الحكومية والستيت اي بي او، او برنامج الطروحات الحكوميه ده بيستهدف طرح 32 شركه خلال المرحله المقبله في كافه قطاعات الاقتصاد المصري، منها بنوك، منها شركات بترول، منها بتروكيماويات، منها شركات تامين، كل القطاعات الاقتصاديه الواعده ممثله في ال 32 شركه اللي هيتم طرحها في برنامج الطروحات الحكوميه، وده عن طريق حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه هو طرح حصص من هذه الشركات في البورصه المصريه ولزياده قاعده الملكيه. يعني بمعنى ايه علشان الساده المشاهدين؟ يعني انا دلوقتي لو مواطن مصري يحق لي ان انا اقدر اشتري في شركه ناجحه في ال 32 شركه اللي هيتم طرحهم، وبالتالي بيزيد عدد المواطنين اللي بيتملكوا شركات حكوميه ناجحه عن طريق الطروحات في الطروحات الحكوميه في البورصه المصريه. ثاني حاجه هو البيع لمستثمر استراتيجي. ورئيس الوزراء النهارده اكد على ان الحكومه بتستهدف قبل 30/6 اللي جاي طرح او استهداف ايرادات ب 2 مليار دولار، وده رقم مهم جدا في ظل التحديات الاقتصاديه العالميه يا استاذ. كيف تدعم كل هذه التصريحات وكل هذه المشروعات التي تحدث عنها اليوم رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري وما يشمله من عوائد عليه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية المحتدمة على العالم أجمع؟ حالة الاقتصاد العالمي دلوقتي لو انت سألتي أكبر الاقتصاديين في العالم في حاجة اسمها الانسرتينتي، يعني حالة عدم اليقين. كل الاقتصاديين الكبار والمؤسسات الدولية بتتابع الأحداث المتلاحقة سواء على المشاهد السياسية أو التغيرات الجيوسياسية اللي بيمر بها العالم، وبالتالي حالة عدم اليقين دي محدش يعرف بكرة في إيه. وفي ظل هذه التحديات الاقتصادية غير المسبوقة وحالة عدم اليقين، الحكومة المصرية بتواكب هذه التحديات بإجراءات سريعة ومتلاحقة شفناها على مدار السنوات الماضية سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، ببرامج لحماية المواطن المصري، زيادة منظومة الحماية الاجتماعية والدعم. احنا بنشوف في الموازنة العامة الجديدة اللي هتبتدي في 1/7 القادم اللي هي الموازنة العامة الخاصة ب 2023 2024، بنشوف 530 مليار جنيه مخصصات، يعني في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخصصات للحمايه الاجتماعيه والدعم بزياده تقريبا 49% عن السنه الماليه الحاليه.
في موازنة هي الأضخم في تاريخ مصر ب 3 تريليون جنيه، يعني 3000 مليار جنيه. ده حجم الموازنة العامة المصرفات الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، ومنها 530 مليار جنيه للبرامج المختلفة للسوشيال بروتكشن نتوركس أو شبكات الحماية الاجتماعية. يعني المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية هو بؤرة اهتمام القيادة السياسية وبؤرة اهتمام الحكومة المصرية عن طريق برامج للأسر الأكثر احتياجا، المناطق الخاصة بالصعيد والتنمية اللي بتحدث في كل محافظات مصر عن طريق برامج زي حياة كريمة اللي بيستهدف النهوض بحياة 60 مليون مواطن مصري، وبتكلفة تريليون جنيه يعني 1000 مليار جنيه على 3 مراحل على 3 سنوات. برنامج حياة كريمة بالإضافة إلى شبكات الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى القرارات وحزبة الإجراءات الخاصة مثلا اللي تم طرحها خلال المرحلة الماضية، وهي الأجور، زيادة الأجور وزيادة المرتبات اللي كانت من بداية شهر أبريل الحالي، ودي كلها بتدي وفرات مهمة للموازنة العامة للدولة اللي هو بيقدر يدخل كمسؤول حكومي، يقدر يدي مرونة مهمة جدا في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويقدر يدعم المواطن المصري في مواجهة الموجة التضخمية أو زيادة الأسعار غير المسبوقة في العالم. احنا كنا بنشوف على مدار الشهور الماضية معدل التضخم في أمريكا تقريبا 9%، معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي نتكلم ما بين 9-10%، يعني هي مستويات تضخم غير مسبوقة دفعت العديد من البنوك المركزية في العالم لرفع مستويات الفايدة، وكمان الحكومة المصرية رفعت الفايدة أكثر من مرة، طرحت شهادات ادخار مرتفعة العائد، طرح برنامج الطروحات الحكومية، ده بيزود الاستثمار بيزود التشغيل. احنا بنعمل ده كله ليه يا أستاذ حور؟ كل الاقتصاد المصري بيتم وضعه على الطريق الصحيح بعد برامج الإصلاح المتتالية من 3 نوفمبر 2016 حتى الآن، إن هو يكون مسؤول القطاع الخاص عن التوظيف بشكل أساسي. الدولة بتقوم بدور المنظم ودور المشرف على القطاعات والمشروعات المختلفة وإعداد البنية الأساسية اللازمة لجذب استثمارات. مصر قادرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة أو Foreign Direct Investment بقيمة 40 مليار دولار على مدار الأربع سنوات المقبلة، بداية من العام المالي المقبل، عبارة عن 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات، والوصول إلى معدل نمو أو حجم ما تنتجه الدولة من السلع والخدمات ليصل تدريجيا إلى 5-6% على مدار السنوات الخمسة المقبلة. وبالتالي المواطن المصري بيتم ترجمة كل هذه الإجراءات وكل هذه البرامج إلى مزيد من التوظيف، خفض معدل البطالة، زيادة السلع المعروضة في الاقتصاد المصري، وبالتالي خفض معدل التضخم أو زيادة الأسعار. وكمان الحاجة المهمة اللي هي دور الدولة في دعم المواطن في وقت الأزمات. يعني لو نتحدث أكثر عن مزيد من التفاصيل عن هذا العبء التي تتحمله الدولة لدعم المواطن المصري لمساعدته على يعني الوفاء بالتزاماته المعيشية، وأيضا التزامات مصر في ديونها بالخارج وسددها، نتحدث عن هذا بالتفصيل لكي تتضح الصورة بشكل أكثر دقة لكل مشاهدينا عبر شاشة إكسترا نيوز. الحقيقة يا أستاذ حور، على مدار السنوات الماضية والتحديات اللي مرت بها مصر من 2011 حتى الآن تحديات كبيرة، والمنطقة كلها فيها مناطق التهاب كبيرة جدا في المنطقة الجغرافية اللي بتقع في محيط مصر. هي طبعا على مدار هذه السنوات مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط من التزاماتها الخارجية على مدار حتى أصعب الظروف، على مدار العشرة أو الحداشر سنة اللي فاتت دي. وبالتالي تأكيدات رئيس الوزراء أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد الالتزامات الدولية حتى في أصعب الظروف، زي في 2022 لما كان الناس كتير بتقول في وسط التحديات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، مصر ممكن تأجل بعض المديونيات أو سداد بعض الأقساط، ولكن تم سداد كل أقساط المديونيات الخارجية المستحقة على مصر في مواعيدها. الاقتصاد المصري قوي، الاقتصاد المصري على مدار السنة بيدخل إيرادات دولارية
120 مليار دولار، وبالتالي من خمس مصادر رئيسية، هي الصادرات اللي رقمها 53 مليار دولار، السياحة اللي بتشهد إيرادات غير مسبوقة، كمان تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج اللي وصلت ل 33 مليار دولار، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس اللي وصلت لرقم تاريخي في 2022 وهو 8 مليار دولار إيرادات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى زي الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي زي ما قلنا بنستهدف مصر، تستهدف خلال العام المالي الحالي 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة. 120 مليار دولار هو حجم التعاملات المصرية أو الإيرادات بالعملة الأجنبية اللي بيدخل الاقتصاد المصري، وبالتالي الاقتصاد المصري قوي متنوع قادر على سداد الالتزامات الخارجية، قادر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار، وده بيدي مرونة لسداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها زي ما تفضل رئيس الوزراء قال النهارده في الصحافة. إلى أي مدى بترى إنجازات مصر المحققة لمشروعات كبيرة، وهذه المشروعات بتشمل القطاعات الإنتاجية زي ما تفضل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وقال إنه هناك إعداد لبرامج يعني خطتها 3 سنوات وطبعا لها قيمة بتتحمل أيضا على ميزانية الدولة لأنها بتعتبر هذه القضية هي قضية أمن قومي وقضية لاستمرار الدولة المصرية. كيف ترى حجم الإنجازات المحققة حتى الآن على أرض الواقع؟ أستاذ حور، أنا خلال جولاتي الخارجية في العديد من دول العالم بشوف أن المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي بينظر إلى مصر على أنها سكسس ستوري أو قصة نجاح، هي محط أنظار المنطقة ومحط أنظار العالم في تطبيق برامج إصلاح اقتصادي مهمة ومتكاملة وبيتم تطبيقها حتى النهاية، وبالتالي ده بيترجم إلى مزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري، تدفقات استثمارية مهمة يعني بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا على مدار الفترة المقبلة. مصر عملت على مدار 8 سنين على تنمية قطاع في غاية الأهمية وهو قطاع الانفراستراكشر أو البنية الأساسية، عندنا شبكة طرق هي الأفضل، عندنا شبكة بنية أساسية وقطاع صحي وقطاع تعليمي مهم جدا وبيتم تطويره طول الوقت، مفيش أي مستثمر بيجي من أي دولة في العالم غير وعنده قطاع بنية أساسية وطرق بشكل جيد. مصر دلوقتي من أهم 30 دولة في العالم في مجال البنية الأساسية والطرق، ده أمريكا، فكرة أمريكا كمان إن هي أكبر اقتصاد في العالم قائمة على البنية الأساسية والطرق في تأسيسها، وبالتالي الاهتمام بالبنية الأساسية والمشروعات الزراعية والصناعية خلال المرحلة الحالية هو الأساس لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. احنا بنتكلم على موازنة عامة للدولة خلال السنة القادمة بقيمة 3 تريليون جنيه، وبالتالي 3 تريليون جنيه ده رقم أكبر موازنة في تاريخ مصر ستبدأ في 1 يوليو المقبل، بالتالي ده مزيد من الاستثمارات بتضخها الدولة في مشروعات مهمة زي البنية الأساسية، زي مشروعات الهيلث كير سيستم أو قطاع الرعاية الصحية، زي قطاع المدارس والجامعات، زي قطاع المدن الجديدة، أكثر من 24 مدينة جديدة بيتم تنفيذها وهي مدن الجيل الرابع، دي كلها قطاعات قادرة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقطاع الزراعة بكل تأكيد ودعم الفلاح المصري. ده مهم جدا يا أستاذ حور، إن المواطن المصري والفلاح المصري هو محور مهم جدا من اهتمام القيادة السياسية، والحقيقة ده شفناه عن 45 مليار جنيه اللي مخصصة لتوريد القمح من المواطنين ومن المزارعين، ووفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يتم زيادة الإيرادات الخاصة للمواطن أو أرداب القمح اللي بيتم شرائه من المواطن، وتخصيص 45 مليار جنيه للمزارع أو المواطن المصري. والحقيقة مصر حطمها خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على قطاعين مهمين جدا، وخلينا نؤكد الزراعة والصناعة، خلينا نؤكد أنه كل هذه المشروعات وكل هذا الاهتمام في الفترة الحالية بالقطاعات الإنتاجية الخاصة بمصر يعني بيأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية متأزمة، بيعاني
يعاني منها العالم أجمع، وزي ما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم في تصريحاته أنه مفيش أي حكومة تانية تقدر أنها تتحمل كل هذه الأعباء اللي بتتحملها مصر في مثل هذه الظروف. أنا بشكر حضرتك الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا على وجودك معنا.